ياسين ومعه تاتي صافرة نهاية المباراة ب 2-2 ورسميا النجم المتلاوي يضمن بقاءه في الرابطة المحترفة الأولى بعد مرجعة في النتيجة بعد التقدم في المستوى 2-2 يرجع على مستوى 2-2 بعد ما كان متأخر 2 بلاتش يعمل المانتيان نجم المتلاوي هكا نكونوا كملنا معكم المباراة نلتقي وإياكم في مواعيد رياضية قادمة.